جزاكم الله خيرا. انتشرت في الآونة الأخيرة حول الحرم المكي وصية الشيخ أحمد حامل مفاتيح المسجد النبوي، فما حكم هذه الوصية؟ هذه كذب وافتراء والعياذ بالله، تدجيل، شعوذة، وهي قديمة لها أكثر من 120 سنة وهي تروج. كانت في الأول في مصر، ذكرها الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله منذ أكثر من 120 سنة، وما زال الأشرار يروجونها لإفساد عقائد المسلمين، فالواجب إتلافها والتحذير منها وعدم الاغترار بها لأنها باطلة.